Thank you.
في المرة الأولى وهي أمسية فنية. نحن نؤمن في مدرسة المتنبي ونؤمن بقدرات الطالب، نؤمن بأننا مؤسسة تربوية ومؤسسة تعليمية بحيث نقوم بتجهيز الطالب تعليميا وتجهيزه للمرحلة الإعدادية، ولكن أيضا نقوم ونعمل على صقل شخصية الطالب من أجل إعداد شخصية قوية منتجة جريئة نستغل كل الطاقات الموجودة لدى هذا الطالب. ففي هذه الأمسية ستكون هناك أغاني لجوحة المدرسة، ثمر عمل سنة كاملة. الجوقة التي عمل على إعدادها وعلى تشجيع طلابها وعلى إنتاج هذا العمل الرائع الأستاذ وهاب بدامي يستحق تحية كبيرة. بالإضافة لذلك سوف نقوم باستماع لطلاب بالكارير. لدينا برنامج من ضمن الفعاليات اللامنهجية برنامج كارير، ولكن للتنويه الطالب يتعلم حصة واحدة موسيقى مرة كل أسبوعين. فأتمنى أن يكون هذا العمل متواضع مرضي وبمستوى يرضيكم خلال هذا الاحتفال. اسمحوا لي وأنتهز الفرصة أن أذكر بعض إنجازات المدرسة لهذه السنة. فقد حصلت مدرسة المتنبي على أفضل فيلم في موضوع الحضر على مستوى الدولة. كذلك حصلت المدرسة على المرتبة الأولى كمدرسة داعمة لموضوع الصحة على مستوى الدولة. حصل طلابنا على 22 بحث علمي متميز على شهادة امتياز البحث العلمي على مستوى قطري. وأخيرا قبل يومين حصلت المدرسة في الكتاب الإبداعية مع جمعية إبداع على 5 طلاب متفوقين بالكتاب الإبداعية، واسمحوا لي أن أذكر أسماءهم: الطالبة جنى خالد بشير، الطالبة مي بلال غنايم المرتبة الأولى. أما المرتبة الرابعة لمى عزمي غالي، أحمد بلال غنايم وأحمد عزمي غالي. نهانئ طلابنا وأنفسكم وإياكم. أخيرا اسمحوا لي أن أشكر إدارة مصلحة السلام التي أتاحت لنا أن نقيم هذا الحفل، وكذلك أشكر لجنة أولياء الأمور التي كانت دائمة لمشاريعنا. كذلك اسمحوا لي أن أشكر أصدقاء المدرسة الذين سنقوم بتكريمهم خلال هذا الاحتفال، الذين دائما ساعدونا ودعمونا من أجل إتمام مشاريع وبرامج عدة في المدرسة. كذلك أشكر جميع زملائي وزملات المعلمين الذين عملوا على مدار السنة الكاملة وبذلوا كل ما يستطيعون. وفي النهاية أريد أن أذكر طلاب السوادس للتنويه طلابنا وطالباتنا بهذه الأمسية الفنية وبمناسبة الاقتراب من نهاية السنة الدراسية وحلول شهر رمضان الكريم. إخواني أخواتي، بالعلم وحده ترقى الأمم، وبالأبناء والبنات التي تثقفت عقولهم وحسنت أخلاقهم بكم نفخر ونعتز. أمسية مميزة بأناس مميزين عملوا لإظهار براعم خلاقة في مجال الفن والموسيقى، وهذا غذاء الروح الذي بها نسمو إلى العلا. طلابنا بكم نشد الرحال وبكم تتحقق الآمال، فأنتم مستقبلنا وأنتم فلذات أكبادنا وأغلى ما نملك. مدرستكم مدرسة المتنبي ممثلة بمديرها السيد حمد سيد أحمد، معلميها قدمت وبذلت الغالي والرخيص لأجلكم، فكونوا خير خلف لأفضل سلف. نريدكم طلاب تساهمون ببناء مجتمع أصيل يتميز بالعزة والكرامة، وهذا بفضل التعاون مع الآباء والأمهات الذين لا يكلون ولا يملون من أجل ما هو أفضل لكم، يسهرون الليالي ويعملون النهار لراحتكم. التعاون المستمر بين جميع الأطر المدرسية، لجنة أباء المدرسة ولجنة الأباء العامة بالتعاون مع بلدية سخنين، ساهمت في تهيئة الظروف والمناخ الحسن لإنجاحكم وإيصالكم إلى العلياء. التعاون بين الجميع بالترغيب ببناء شخصية قوية لأبنائنا قادرة على التفاعل مع تحديات المستقبل. ولا بد من أن نشكر المتبرعين والأستاذ وهاب بدارني على تعبه ومجهوده مع طلابنا لإنجاح الأمسية الفنية.
ونشكر الأخ كرم شقور على استضافتنا في مسرحه. نتمنى لكم التوفيق وكل الخير، آمنين من الجميع الاستمرار في وتيرة العطاء وإكمال مشوار البناء، وشكرا.